واش الحباب، مرحبا بكم في فيديو جديد، قصه جديده وفيلم جديد. القصه ديال الفيلم كتبدا مع خونا ضرب صاك ديال الفلوس وعافط في هاد الصحراء وربا من صحاب الحال. حتى غادي تخسر ليه هاد الفيراري وغادي تخليه معلق، ما غادي يعرف ما يدير، ما غادي تبان له غير في واحد الجبل. غادي يطلع وغادي يدفن الصاك ديال الفلوس وغادي يدور عليه الحجر وغادي يصايبو بحال شي قبر. غادي يرجع حتى الطوموبيل، مع غادي يوصل غادي يقرقبوا عليه صحاب الحال. السيد غادي يضرب ما قسم الله في الحبس وهو خارج مغفل. غادي يقصد اول طاكسي وغادي يمشي فين خلى الحصيصه ديالو. وهو في الطريق فرحان وكيفكر شنو غادي يدير بدوك الفلوس كاملين. غادي يوصل غادي يبانوا ليه الدروج في الجبل والقضيه مخلطه. فاش غادي يطلع غادي يبانوا ليه الناس مصافين وكيتبركوا من شي والي، وغيكون سميتو سيد المجهول. والسيد كان ضرب الحساب لكل شيء الا لهادي البلاصه اللي كانت غير صحراء عمرات وبالناس سكنات. غادي يهبط بحالو وغادي يمشي يقلب على شي اوتيل فين يجلس ويشوف كيفاش غادي يخرج فلوسه. فهاد الوقيته غادي يوصل للصاط وهو الطبيب الجديد ديال الدوار، كل نشاط وحيويه وباغي يخدم على راسو. خونا غيتسنى حتى يطيح الباش وغادي يقصد السيد، وما غيبان ليه غير العساس شاد السون هو الكلب ديالو قدام السيد. وفي هاد الوقيته غادي يجي جفار اخر غادي له حجره باش يتلف العساس، وغادي يقصد اللعيبه فين كيحطوا الفلوس. خونا غادي يجي ما حملوش وغادي ينزل عليه للراس، غادي يسمع العساس جاي وغادي يعلق العساس، غادي يشد الشفار الاول وغادي يعيط للجدارميه. خونا غادي يشوف القضيه ما سالكاش وغادي يغيرها بحالاته. هذا هو باه كيحرسوا الارض وكيتسناو الشتا اللي هادي سنين ما طاحش، وغادي يشد ولده وغادي يقول ليه بلي الشتا ما طاحش من نهار دارو داك السيد، وبلي الشتا ما كطيحش بسببه هو. خونا غادي يمشي عند الحلاق باش يعرف شنو وقع للشفار ديال البارح، وغادي يقول ليهم بلي هو باحث وكيقلب على الاثار تمايا. وخوتنا حيت ما عمرهم ما شافوا البراني غادي يثيقوه. ونرجعوا للطبيب ديالنا جالس في البيرو ديالو وكيتسنى يخدم داكشي اللي قرا. حتى غادي يجي عندو الفرملي وغادي يقول له بلي الناس ملي كيمرضوا كيمشيو يداو عند السيد، وبلي غير العيادات اللي كيجيو عنده حيت ما كيلقاو ما يداو، والدواء الوحيد اللي خدام هو الكينه ديال الراس. ونرجعوا لخونا اللي غادي يعاود يرجع بالليل وغادي يطلع، وما غادي يبان ليه عاوتاني غير شفار اخر طالع حتى هو. ولكن هاد المره الشفار ما غاديش يسرق الفلوس، غادي يسرق البلاكه اللي مكتوب عليها السميه ديال السيد، غادي يديها وغادي يهرب. والعساس غادي يعاود يعيط للجدارميه، يعني البلان ضاع وخونا عاوتاني غادي يمشي بحالاته. فهاد الوقيته الطبيب كان في دارو محطم وكيتفرج في الببوش عايش الحياه اللي هو ما عايشهاش، وغادي تبان ليه غادي يمشي يجمع مع الفرملي. غادي يدق على الفرملي وغادي يلقاه ضارب الكحل وكيصدر باش ما يدخلش. الطبيب غادي يزرب عليه بالهضره وغادي يدخل عنده، وما غادي يلقى غير البلاكه ديال السيد اللي تفرات، وغادي يقول للفرملي بلي راني سرقتها غير باش نديرو شويه ديال الرواج في الدوار. الطبيب غادي يتصاحب مع الفرملي وغادي يوليو كيضربوا الطاسه بجوج اللي كيصايبوها من لانكول ديال السبيطار، ومدوزين الوقت وعايشين الحياه. هذا هو باه باقي كيحرس وكيزرع الارض وكيطلب الله يطيح الشتا. خونا غادي يعيط لصاحبو باش يعاون يجبدو الفلوس، وحتاش خونا خبره غادي يقول ليه نقتلو الكلب، حتاش العساس بلا كلب ما غادي يدير والو. غادي يتسنى حتى الصباح وغادي يبقى عاس على الكلب وغادي يضربو بالطوموبيل ويهرب. العساس غادي يجمعها معاه وغادي يقول ليه تموت انت وما يموتش الكلب. غادي يهز الكلب وغادي يجري بيه للسبيطار. الطبيب غادي يفرح، واخيرا غادي نخدم القرايه ديالي، ماشي مشكل في الكلب، المهم غادي ندير شي حاجه. الطبيب غادي يداويه وغادي يقول ليه خاصنا نصايبو ليه سنان جداد ويكونوا ديال الذهب. العساس غادي يمشي يجي يدبر عليهم وغيصايبهم ليه، واخا هو براسو عنده جوج سنات، نسيتو بلي قال لولدو تموت انت وما يموتش الكلب. العمليه نجحات وهو مادو مخرجين الكلب وفرحانين به. فهاد الوقيته الفلاح غادي يطلع للقبه ديال السيد وغادي يدير بحال غادي يتبرك منه. العساس ما غادي يفهم والو وغادي يبقى حاضي معاه، وايلي هذا ديما ما حاملوش اليوم جاي يتبرك منه. الفلاح غادي يهز الفاس وغادي يبغي يريب السيد، ولكن العساس والناس اللي معاه ما غاديش يخليوه. خونا هو صاحبه غادي يتسناو حتى الليل وغادي يضربوا لاكيس ديال لوطيل وغادي يطلعوا باش يمشيو يجبدوا الفلوس، حيتاش العساس ولا كيعس على الكلب ديالو اللي مريض وما ولاش كيطلع. ولكن فاش غيوصلوا عند السيد وغادي يبغوا يطلعوا غادي يبان لهم الناس واقفين تما ومجمعين. خونا الخبره غادي يطلع للفوق وباش يسول ويعرف شنو كاين، وغادي يرجع عند صاحبه وغادي يقول ليه بلي الناس كتجمع كل عام وكيجلسوا في السيد 3 ايام. خونا غادي يشوف البلان خاوي وغادي يرجع بحالاته حتى دوز 3 ايام. فهاد الوقيته الفلاح غادي يموت بالفقصه، وولدو غادي يزيد يحقد على السيد حيت بسببه مات باه. الولد غادي يتوالى مع باه وغادي يطلع عند السيد وغادي يزرع الديناميت في الباب ديال السيد. وفهاد الوقيته خونا حتى هو طالع، كلشي مزيان، العساس ما كاينش والدنيا خاويه، وصاحبو تحت في الطوموبيل كيتسنى الصاك ديال الفلوس. مع خونا غادي يبغي يفركع الباب ديال السيد غادي يتلاح ويتهز في السما ويجي في الارض. صاحبو تحت ما فاهم والو، غادي يسحبو غير النعله ديال السيد اللي ضربات صاحبو، غادي ديماري الطوموبيل وغادي يعفط وما يتلفتش وراها. ولد الفلاح تبان له شي حاجه في الارض، غادي يقلب وغادي يلقى صاك عامر بالفلوس، غادي يضرب الصاك في يديه وغادي يهرب وما غاديش يتلفت وراها. خونا غادي يجمع داكشي اللي بقى منه وغادي يهرب بحالاته من الجدارميه اللي جايين في الطريق. ولد الفلاح غادي يترفح وغادي يبني سيد اخر في القبر ديال باه، وغادي يسمي على سميت باه سيد ابراهيم. وخونا مول الصاك غادي يبقى هارب في الصحراء وما عارفين يمشي. وهنا القصه ديال الفيلم تكون سالات. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتخليوا لي في الكومنتير الراي ديالكم، وعلاش لا اقتراحات الافلام تبغوني ندير عليهم فيديو. تهلاو الحباب.